أشاد سعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بموافقة مجلس الوزراء على إطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية التي تستهدف تقديم المميزات والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية. وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن هذا القرار يدعم جهود مملكة البحرين في توفير المزيد من التيسيرات والمحفزات للشركات والمستثمرين بهدف خلق الفرص النوعية للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفا في الوقت ذاته بأن تحسين بيئة الاستثمار والتيسير على المستثمرين ضرورة حتمية في الوقت الراهن من أجل استمرارية خطط التطوير على الأصعدة كافة. وتابع رئيس الغرفة بأن الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية ستعزز مبادرات دعم وتمكين القطاع الخاص من التوسع في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في مملكة البحرين، مبينا أنها ستساعد وبشكل رئيس في توفير بيئة اقتصادية واستثمارية منفتحة وجاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات، بما يلبي خطط التنمية الاقتصادية شاملة الأبعاد. كما أشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين مستمرة في دعمها لمختلف المبادرات والقطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية كافة التي من شأنها رفد الاقتصاد الوطني.